لمتى راح تستمر الأجواء الشتوية وهذا المنخفض، وكيف الأجواء راح تكون يوم الغد، والتفاصيل بالمختصر. بداية متوقع بمشيئة الله مع ساعات الليل يبدأ هذا المنخفض بالانحسار عن أجواء المملكة، ولكن مع استمرار فرص الأمطار في بعض المناطق المحلية، ولكن إن شاء الله راح تقل فرص الأمطار مع ساعات الليل. مع ساعات الليل الأجواء راح تكون باردة، تقريبا عم نحكي عن 10 درجات مئوية في العاصمة عمان، لهيك ننصح الناس إنها تكون عم تلبس ملابس شتوية وملابس دافئة، لأن الأجواء راح تكون هاي الليلة باردة في معظم مناطق المملكة. ومع يوم الغد متوقع أن يكون في غيوم متفرقة، في فرص للأمطار البسيطة مع شمال المملكة وأيضا أقصى غرب المملكة، ولكن هاي الفرص مع ساعات النهار راح تبدأ تتراجع أيضا لحتى تكون الأجواء نوعا ما مستقرة يوم الغد، ولكن مع استمرار الأجواء الباردة بشكل عام. حتى مع ليلة يوم الغد متوقع أن الأجواء تكون باردة، لهيك ننصحكم أنكم تكونوا عم تلبسوا ملابس دافئة، ولكن المنخفض الجوي راح ينحسر عن أجواء المملكة مع هاي الليلة، وراح تكون الأجواء مستقرة مع الأيام القادمة. إذا عندكم أي أسئلة تانية اكتبوا لنا إياها بالتعليقات لحتى نجاوبكم عليها. سلامات.